اسمعوا هذا الكلام الذي سأقوله الآن. هذه المسيرة نظمناها فلسطين، ما تقول نظمناها لكي نقول جملا ولكي نقول مطالبا يفهمها الرسميون في هذه البلاد. خرجنا اليوم أولا لكي نضغط على الرسميين حتى يعلنوا موقف الدولة الجزائرية التاريخي الذي هو كان دائما مع فلسطين في محنتها وفي نكستها وفي كل ما مرت عليه من النكبات. رقم واحد. رقم اثنين، إننا نهيب بالشعب الجزائري أن يخرج من دائرة الشعارات إلى دائرة العمل. إخوانكم الآن محتاجين إلى دعمكم، محتاجين إلى مالكم، محتاجين إلى دوائكم، محتاجين إلى معدات طبية عاجلة. وهم يقولون عبر العالم لنا الله في السماء ولنا شعب الجزائر في الأرض. هذا ما سمعناه من قادة المقاومة على أرض غزة لما زرناهم. حدثونا بأنه لا أحد يفهم علينا ولا أحد يفهم لغتنا إلا شعب المليون ونصف المليون شهيد. فلهذا سمينا مسيرتنا اليوم مسيرة المليون ونصف المليون شهيد إلى فلسطين وإلى أهل غزة المقاومة والمحاصرة. رقم ثلاثة، علينا أن نبقى أوفياء لهذا العمل من المسيرات والمواقف والوقفات، ونعبر في كل مكان عن طريق الصحف، عن طريق البيانات، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، عن الوقفات في الساحات، عن الدعاء في المساجد، عن كل ما نستطيع أن نقوم به في الضغط على الحكومة الجزائرية حتى تغير موقفها المخزي، الموقف الذي لا يعبر عنا ولا يعبر عن ثورتنا. أخيرا، إننا نشكر اليوم هذه الجموع، حتى وإن منعنا فإننا سجلنا الهدف. فالمنع الذي تعرضنا له هذا يخدم الكيان الصهيوني في الدرجة الأولى، ويخدم كل عميل في هذه الأرض. ولكن وقفتنا هذه ورفعنا للأعلام الجزائرية ولشعارات المقاومة ولأعلام فلسطين دلالة واضحة بأننا نحن مع ما يحدث في فلسطين ومع هذه المقاومة ومع رجال الله. وأترك الكلمة لأخي إدريس.